شو هدول شو هدول؟ هدول التقرير الأمنية اللي بعتوا لنا اياهم المخبرين تاعونا سيدنا. هاو تقرير؟ مفروض فيهم هاو تقرير هاو؟ نعم سيدنا. شو ما قريتهم؟ قريتهم. التقرير الأول بيقول إنه هناك حالة تذمر بين نسوان الضيعة من طريقة معاملة الرجال لإلهم. التقرير الثاني بيقول هناك حالة تذمر بين أهالي الضيعة من طريقة حكم المختار لإلهم. والتقرير الثالث بيقول هناك حالة تذمر بين أهالي الضيعة من المغفر وعناصره ومعاملته لإلهم. مبسوط كتير بهالتقرير؟ لا طبعاً سيدنا، لازم نضرب بيات من حديد ونسكت كل المتذمرين. ذكي ذكي، ما بدك تعرف مين هن المتذمرين لحتى تعرف كيف تخرسهم؟ سيدنا مكتوب هون بالتقرير انه المتذمرين هن كل اهل الضيعة. وبدك تخرس كل اهل الضيعة؟ نعم سيدنا، منخرسهم منقبض عليهم ومندكهم بالحبس بيخلصوا سيدنا، بيخلصوا. يا مجنون، اذا اعتقلنا كل اهل الضيعة وحبسناهم نحن عمين بنحكم بعدين؟ معك حق سيدنا. كيف اجتك هالفكرة؟ وكيف اجتك هالفكرة؟ عليك شو حمار يا مشان. سيدنا اجتني فكرة. ليش ما بنقبض على النص والنص التاني بنخليه برات الحبس مشان نحكمه؟ بعتلك هالكلام ما بينصرف عندي. بدي تقارير مفصلة عن حالة التذمر بالضيعة، بدي اسماء اشخاص معينة تنعتقلهم، بدي عناوين واماكن محددة تندهمها، لانه حرام وما بيجوز ابدا الصالح يروح بعض الطالح والناس الشرفة يروحوا دعوسة بالاجرام وينحبسوا. ظلم، حرام حرام. معك حق سيدنا، حرام. هلا بتجمع لي كل مخبرينك وبتفهمهم، بدي تقارير مفصلة، بدي اسماء معينة واماكن محددة، مفهوم؟ مفهوم سيدنا. بدي التقارير يكونوا عندي اليوم، حالة التذمر لازم نقضي عليها بأسرع وقت ممكن، وإلا بيستعصي أمرها علينا. طمن سيدنا طمن، ما رح تستعصي، رح نقضي عليها بأسرع وقت ممكن، وسنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الضيعة واستقراره. اطلع من وشي، اطلع ضلعك من بلعك، هيدا اللي شاطر فيه الشعراء. شباب هون ما بقى نقدر نحكي كثير لانه الخشبات الى اذنين، بعدين لازم ننسق الامر مع ابو صخر، وابو صخر اليوم مش فاضي، نزل على المدينه يستقبل ابنه صخر. بقى بكره بتجمعوا كلكم حيلكم تجوا لعندي على البيت وهنيك بنناقش تفاصيل الخطه. يلا كل واحد على طاولته. رفيقاتي نسوان الضيعه الكرام، نحن اجتمعنا اليوم حتى نناقش أمر خطير وكتير مهم. رجال الضيعة عم بيستغلونا أبشع استغلال، عم بيخلونا نجلي ونغسل، نطبخ وننفخ، ننظف ونشتغل بالأرض. هيدا عدا عن مهمتنا الأساسية اللي هي الحبل والولادة ومستلزماتها، وهن ما عندهم لا شغلة ولا عملة غير يقعدوا بالقهوة يتأمروا ويصرخوا علينا. الحق عليكم، ما بتعرفوا تربوا رجالكم. شوفوا يا نسوان، نحنا مش لازم نخلي رجال يتحكموا فينا بعد اليوم، لازم نوقفهم عند حدهم. الله وإيدك، بس كيف؟ إيدي بزنانك، بس كيف؟ نحنا اللي لازم نحكم الضيعة. نحكم الضيعة؟ كيف؟ صحيح، كيف؟ هلأ جايبتينا من بيوتنا مشان تمزحي معنا هيك مسحة؟ قال نحكم الضيعة. قال كيف نحكم الضيعة؟ عجميكي عم كيف نحن بالتدريب نحكم الضيعة؟ صور معي شبك 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 مثل الحمام المقطوعة ميته. خلونا نفهم من ربا بشو عم تفكر. كملي ربا كملي. يا جماعة أنا مش عم بمزح، أنا عم بحكي عن جد، وعندي الخطة اللي بتخلينا نحكم الضيعة ونغير كل قوانينا ونخلي رجال يحترمونا غصب عنهم. إيه بس بدي مساعدتكم. إيه زي هيك أنا جاهزة. وأنا كمان جاهزة. وأنا كمان جاهزة. وأنا وبنتي جاهزين. إيه مرباح، وإنت شو؟ أنا حسب الخطة، إن عجبتني بساعدكم، وعجبتني أنا ما كتير متضايقة من جوزي، متضايقة معه على الآخر.
الخطة انه نخطف المختار واستلم انا المخترة بديله، وبس استلم المخترة بسلمكم كل امور الضيعة وبحرركم من الطبخ والنفخ وشغل الارض وكل شيء، وبخلي رجالكم يشتغلوا بدالكم. يا عيش نبا يا عيش نبا، ما تنعيت بس انا موافقة. وانا موافقة وانا موافقة كتير 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 كتير. إذا هيك موافقة أنا وبنتي. لا أمي أنا ماني موافقة إذا بتدبروا لي عريس وتجوزوني رح أنيس. إذا هيك الشغلة هيني كتير، بس استلم المخترة قولي لي على العريس اللي بدك إياه وأنا مستعدة أخطب لك إياه. إذا هيك أنا موافقة موافقة وبصم لك بالعشرة. إذنكم بدي رد. هي هيدا جوزي ما حدا يحكي لأن قيلت له أنا بالبيت. ألو أهلين أبو داغير. كيفك؟ مين عندك؟ ما عندي حدا. شو عم تعملي؟ عم لاعب داغير على البسكليت. بسكليت؟ أنا كم مرة نبهت عليك ما تلقي البسكليت بإيدك ببين وجريك. إذا بدك تلعبي داغير ما في مانعة، بس بسكليت لا، دراجة. أنا لازم خبركن وعلمكن كيف ربيت جوزي وربيت الأمل براس جوزي، لأنه الشغلة هي بتبلش من أول ما تليفوني تليفوني عم بيرن. هيدا جوزي شروبة بريد. وبعدين معكن ومع تليفوناتكن يا عمي، بدنا نخلص الاجتماع. إذا ما بدك مختارة ما بريد ما بريد خلص. طولي بالك، شو مختارة بعد ما صارت مختارة؟ يي خلصينا وردي. ايه طيب رح رد، بس ما تتخلي علي انت كمان. يي ها ألو أهلين أبو وردة. شو صار بالغداء؟ بلشت تطبخي ولا لسه؟ طبعا بلشت. ليك ها عم دب الرز فوق اللحمة، ساعة زمن وبيكون الغداء عندك. لا تتأخري ها، بزعل منك، بعدين انت بتعرفي زعلي صعب. لا ما رح اتأخر، يلا مع السلامة، بدي أعرف أطبخ. لك شو قصتكم شو قصتكم؟ خلصونا بقى وانسنا بالاجتماع. كلكم وافقتوا على فكرتي ما عدا أم رباح بعد ما سمعنا رأيها. أنا موافقة بس على شرط. شو هو؟ استلم أنا المخطرة، ليش لا تستلميها أنت؟ أنت بشو أحسن مني ها؟ أنا أغنى منك وأفهم منك وأقوى منك وأحسن منك وأطيب منك وأحلى منك وأطول منك وأطول منكم كلكم سوا. يا أم رباح أنا بعرف بأمور المخطرة لأني لقطة كم شغلي من جوزي المختار. أنت بتفهمي بالمخفر لأنه جوزك رئيس المخفر. بكرة بس نعمل الانقلاب بتستلمي انت رئيسة المخفر. اذا هيك انا موافقة، بس وينك من هلأ؟ خناقات بيني وبينك ما بدي، تجاوزات بين صلاحياتك وصلاحياتي ما بدي. منحكم الضيعة دويكة، وكل واحد منا بيعرف قدره بيلزم حده. وانا موافقة، لكن اسمعوا كيف لازم نرسم الخطة، وبديمقراطية شديدة ما بدي حدا يعترض. هلأ كل وحدة فيكن بترجع عشغلة، وما بدي وصيكن ما حدا بيفتح تمه باللي صار هون. وبالنسبة لرجالكن استحملون وخليكن طبيعيين معهم وما تحسسون بأي شيء حتى يتم الانقلاب. الله معكم. يلا نشوف. يلا 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 يلا, يلا بسرعة. كسرت جنيه من العيد. يلا جنيه. هاي لوين فايت؟ فايت لجوا. هيك فايت لجوا بدون لحم ولا دستور، كل هالمختارية شو كاينة زريبة اللي خلى فوق؟ عفوا عفوا الزقزوق، ما تواخذني، بس بدي قابل المختار. شو بدك من المختار؟ في شغلة بينه وبينه. شو هي الشغلة؟ قل لي اياها. لا لا يا زقزوق لا، هيدي ما بقدر اقول لك اياها ابدا، لأنه هو طالب مني شغلة ضرورية ما بقدر اقولها إلا لإله. طيب وقف هون على جنب لشوف المختار، إذا بقدر يقابلك ولا لا، حاجة تلت، قرب. قرب. يا حبيبي
صار بدنا إذن إذا بدنا نفوت نقابل المختار. لا ما نحق أهل الضيعة يتزمبروا. شرف الحياة يا زقزوق بتفهم. بكرو خير يا أبو شفرة. شوفي زقزوق قال لي إنه بدك ياني بشغلة خاصة. شو هي؟ جايب لك أخبار خطيرة وبتهمك كتير يا مختار. أخبار شو؟ إلا هيك بهالبساطة ما رح بك. شو قصدك؟ قصدي ما رح افتح تمي ولا بكلمة قبل ما ترجعوا للمصريات يلي لهفتون مني من شان اتصالات الحمير يا مختار. لك تكرم عينك يا ابو شفرة منرجع لك يوم رجع خير. ما رح بحكي لأقبض. ولو يا ابو شفرة شو ما عاد في سئلك. العفو العفو يا مختار ما كان قصدي هيك. قصدي قلك لما بتعطيني المصريات وبحط لي بجيبتي انساني بترحرح بالحكي اكثر يا مختار. بعدين الكلام اللي بدي اقول لك ايه بتخص المعارضه. هيك هيك لشوف اكيد كيف بسرعه. قبضني من الاول. ولا ما قلت لك رح ارد لك مصرياتك. شو قصتك؟ احكي. مصاري بالاول. مثل ما بدك ما تحكي ومصرياتك ما رح يرجعوا لك. والكلام يلي عندي ما بدك اياه؟ ما بدك قلك شو الكلام اللي عندي؟ لا لاني بعرفه. تعرفه؟ ومن اللي قالكم عنه؟ ان شاء الله نفكر يا حبيبي ما في عندي حدا غيرك يجيب لي اخبار المعارضه. لا يا حبيبي لا انت غلطان غلطان كثير. في عندي تقارير كامله عن كل شيء عم بيقولوه. بس يعني ما تمنع اسمعك اذا في عندك شيء جديد بدك تقوله. مختار بتوعدني اذا قلت لك ترجع للمصريات؟ ايه بوعدك. قول يا سيدي. المعارضه عم بفكروا يتخلصوا منك ويجيبوا مختار بديلك. شو شو عم بقول؟ هيدا اللي سمعته يا مختار. نعم سمعته. احكي. من ابو دنيا وابو صخر اجوا لعندي على الدكان عم بحلق لهم مثل ما اتفقت انا وياك. جرجرتهم بالحديث وهني قالوا لي على هالشيء هذا. انت متاكد؟ طبعا متاكد يا مختار. ولو ابو دقيق ابو دقيق لا تقوم. ايه 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 نوم اهل الكهف. شو فيه؟ بتروح هلا على المغفر بتقول له لابو رباح يجي لعندي بسرعه. هلا فيقتني من شبك. ما هيدا السلولر الموبايل معك اتصل فيه؟ اشياء سريه ما بتنحكى على السلولر. يمكن يكونوا الاجهزه مراقبه. خير شو في مختار؟ في شيء قررت هني قريه قررت تغزينا؟ الغزو مش جايينا من برا. لكن منين جايينا الغزو؟ من الفضاء؟ الغزو من هون من جوا دود الخل منه فيه. اف يا لطيف. ايه يلا 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 بروم. شو بك رجعت؟ مختار منين جايينا الغزو؟ بعدين بعدين بقول لك. هلا روح ابعت لي ورا ابو رباح فورا. حاضر حاضر. انت يلا قوم على دكانتك يلا. والمصريات يا مختار؟ بعدين بعدين قلت لك برجع لك مصرياتك. الام بخطر ودي ركض له ورا مصرياتك. بعدين طيب ايش بكره مختار باخذهم؟ ليك ابو شفره ما تخليني جن عليك وفوت اعصاب وبطل رجع لك مصرياتك. روح من وشي احسن لك. لا لا ما بدي تجن مختار. ايش بكره باخذهم؟ لك بعدين. هيك لك لين بدهم يجيبوا مختار جديد غيري. ولك هيدا بعيد وطويل كتير عن شربون. لشو بده ياني بهالسرعة؟ عايزك بموضوع خطير كتير يا ابو رباح. وشو هو الموضوع؟ جايينا غزو. غزو شو يا مختار؟ مين بيسترجي يفكر مجرد التفكير انه يعتدي على ضيعتنا وانا موجود؟ قصما عظما لأجعلنه يندم على تلك اللحظة التي فكر بها لغزونا وأجعلنه عبرة لمن يعتبر كائنا من كان.
عاد عاد حاج نفش لحالك مثل الطاووس، ضيعتنا صغيره وكلنا بنعرف بعضنا. مزبوط المختار مالحة اقعد. ماشي اقعد، ما بدي اقعد. ريتك تضرب لك، خليك واقف. هات لشوف، خبرني كيف الأنم بالضيعة. لا يا مختار، من أيمتى بتسألني هيك سؤال؟ ليش في حدا مخبرك إنه في خلل بأنم الضيعة؟ من ساعة ما حضرة جنابي استلم رئاسة مخفر الضيعة والأمن مستتب 24 على 24. إيه ما في حدا انسرق له كوز الصوبة، كوز دين، كوز رمان، ولا خصلة عنب، ولا حبة برغم. مزبوط، بس حفظ الأمن بالضيعة يا عنتر زمانك ما بيمنع السرقات بس. مزبوط مختار مرحة. مختار ها، شايف بتمك في حكي، قل لي اياه وريحني. صوت المعارضة عم بيعلى. وصلنا تقرير بهالخصوص. وساكت؟ ناطر حضرة جنابك لتعطينا أوامر ونعرف شو بدنا نعمل. لا 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 لا، هيدا السؤال بينسأل يا أبو رباح. هذا سؤال يسأل للمختار. ناطرنا شو بدنا نقول لك. بيقصد المختار إنه صوت المعارضة بلش يعلى، يعني بدنا نجرح له حباله الصوتية مشان يبطل حدا يسمعه. وليش بدنا نجرح له هن؟ ليش ما نقطع له هن فرد مرة؟ والله شو رأيك المختار؟ نخلع له خنجرته من رقبته هي وحبالها وغسيلاتها، بس انت اللي منه الشخص وترك الباقي. شو رح تعمل هلا؟ لخلي الدبان الأزرق ما يعرف طريقه، لخلي كل أهالي الضيعة يدوروا عليه بالسريج والفتيلة ما يلاقوا له أثر. ما في فايدة، بتضلك طبل. مزبوط المختار معه حق، طبل. ما تقول طبل، بزعل منك يا مختار. وانت يا أبو داغي الضبع أحسن لك. ولك طبل وستين طبل كمان، شو باكلك يا أبو رباح؟ المختار بيقصد إنه صوت المعارضة عمال يعلى، إيه ما فينا نسكته بهالطريقة. ما تنسى إنه نحن بضيعة ديمقراطية وإله حق كل مواطن يعبر عن رأيه بحرية. إيه بلا ديمقراطية، بلا مهلبية، بلا أشطالية، صوت المعارضة هدول ما بيخلصوا إلا بالقوة. مزبوط، بس مش بقوة الكرباج. لكن بقوة شو؟ بقوة السكين. لعيونك ولا يهمك، بتمون بتأمر أمر ولا يهمك، الليلة كلهم بيكونوا مذبوحين. ما غلطت فيك لما قلت عنك طبل. مزبوط المختار معه حق. وعم بتعيدها كمان؟ لا بعيدها وبدي ضلني عيدها تتفتح مخك معي وتصير تفهم علي. اعتبرني فتحته. المختار قصده بالسكين يا طبل، السكين اللي بتقطع راس المعارضة وبتفتت لجسمها شقفة شقفة. معناتها رح يصير في ذبح كمان. ما فهمت علي مختار. أنا عقلتي على قد، ما تحكيني ألغاز، احكيني بالمشبرح شو بدك. المعلومات اللي عند المختار بتقول إنه أبو صخر وأبو دنيا هن رأس الفتنة وهن اللي لازم نقطعهم عن المعارضين. لعيون الليل بروح مش خطلك أبو دنيا وأبو صخر. ما في فايدة، ما رح تفهم علي. مزبوط المختار معها. مختار قلت لك عقلتي على قد، قل لي شو بدك يعني أعمل ولا أعمل. يا مختار يا مختار، اترك لي أبو رباح اكسكيوز وما أنا بتفهم معه. يا أبو رباح، تنبعد أبو دنيا وأبو صخر عن بقية المعارضين لازم نجيبهم لصفنا، نشتريهم، نعطيهم شوية امتيازات بالمجلس، نعطيهم شوية صلاحيات على طريقتنا الخاصة، يعني نخفف أو بالأحسن نعفيهم من بعض الضرائب. وبعدين يا زكي من شيع بين الناس بقلب الضيعة إنه أبو دنيا وأبو صخر صاروا معنا، صاروا منا وفينا، وهيك بيزعلوا منهم بيبعدوا عنهم وبخف صوت المعارضة على رواق. وبركي ما نجحت الخطة. ما تخاف بتنجح، أنا بنجحها أنت ما عليك. وفوق هيك لازم نخلق مشكلة بين أبو صخر وأبو دنيا، نخلفهم مع بعض، أولاً بخف صوتهم وثانياً بيلتهوا عنا بخلافهم. الفكرة كتير منيحة. بس شو هي المشكلة يلي بدنا نخلقها بيناتهم لنخلفهم؟ هيدي اتركها علي، أنا بفكر فيها وبلاقيها. المهم هلأ يلي بدي إياه منك وعالسريع نبدأ بتقطيع جسم المعارضة.
انا بعطيك كم اسم منهم، انت بتلاقي لهم شي تهمه وبتلقي القبض عليهم وبتخليهم بالحبس. هيك منخلص من صوتهم ومنخوف البقيه حتى ما يعود يطلع صوتهم. مزبوط، شفت ليه بقول معه حق؟ ايه برافو عليك يا مختار، البقيه بحياتك اعتبرهم انتهوا. هيدا اللي بدنا اياه، يلا تشوف فرجيني همتك. الى عيونك. شفتوا؟ انتوا اثنين معكم حق. كون امبارح كيف هربتوا ليه؟ أول مرة بنحبس سيدنا. كيف أول مرة؟ ما كنت محبوس أنت امبارح وليه؟ هي أول مرة. قرب معي شوف. وين أنت رجيت؟ قرب، عم كذب علي كمان؟ عم كذب علي؟ حاضر سيدنا. اخوان انتو شي؟ لا. قرايب؟ لا. ما تجننوني، شو اسمك انتو؟ لا وائل. وانتي شو اسمك؟ وائل. أبوك شو اسمه؟ أبو وائل. وأبوك؟ أبو وائل. وأمك؟ أم وائل. وأمك؟ أم وائل. تضرب منك إله شو عم تجننوا؟ أعطينا هويتك ليه؟ هيكوا ليه؟ ولا صوت بدي اسمع، سمعين؟ ولا صوت. اي صوت بيطلع بياخدكم بحبسكم بالانفرادي وبتهلكم دينيكم بالعسل، شفتوا؟ وفي فيران كمان. الله يسلمك يا ماما. اشتقت منك يا امي، اشتقت منك كتير كتير. السخن سنت محامي صحيح يا امي. يا لطيف شو مبسوطة. ماما بس ليش تعبان هيك؟ ماما عأكل جبنة المعفنة روكفور. يا تعطيني، كانوا عم يطعموك جبنة معفنة. كنت معتني يا امي، كنت معتلك فوانغ وابوانت ومحشي. وين بدك اياه؟ اشتقت منك
تقبليني. ايه لو اشتقتيني مزبوط كنت نزلتي مع البابا على المدينة استقبلتيني. صخر انا ما حبيت عزبها، المهم هلأ تم الشمل. قومي يا ام صخر حضرينا، لا متأكل جوعانين منا ناكل. خليها قاعدة معنا شوي مشتاقين لها. معلش يا ابو صخر. بسيطة كرامة صخر، ماشي الحال. المهم لانه عندك عشية حفلة وبدك تتعبي كثير، وانا هلا بدي تلفين لكل اصحابي واسمهم على حفلة بمناسبة عودة صخر من السفر. هيدا حكي. يا امي يا اهلا وسهلا يا نطير. الو وصيل، خمس دقايق انا بكون عندكم. حبيبي يا صخر، حبيبي يا صخورتي. مرحبا ام رباح. جبت الاغراض اللي وصيتك عليهم؟ ايه جبتهم كله سوا. يلا على المطبخ وبلش حضر الغداء. ام رباح حبيبتي، فيني اطلب منك طلب كبير؟ لا صغير. قديش يعني صغير؟ ايه قديش يعني هالقد صغير؟ صغير اذا صغير تلو. حبيبه قلبي ام رباح، بتسمحي لي المره الجايه ابعث لك كل هالاغراض، الخضرة واللحمة والفواكه مع شي عنصر من عناصر المطبخ، قصدي المغفر اللي عندي؟ لا. ليش لا؟ لأنه لا. يعني عاجبك منظري هيك؟ عاجبك؟ أنا أبو رباح رئيس المغفر، أضرب وأطرح، حامل كل هالغراض وماشي، وأنا راعب كل أهل الضيعة ما عدا هالبيت. ما حلوة لا بحقك ولا بحقك. حلوة؟ لا ما حلوة. أنا قلت حلوة. خلص حلوة حلوة وعلى السكين ومثل القطر وحمرة. بس ما انك شايفة انه اذا فرست لك كم عنصر، واحد يقعد بالمطبخ وواحد على الباب وواحد يأمن لك الخضرة، حلو مشانك ومشان البرستيج، ما حلو؟ لك ليش؟ بدك تعرف ليش؟ طبعا ببوس ايدك خبريني ليش؟ بدك اشرح لك ليش؟ ايه اشرحيلي. بخاف اذا قبلت اقتراحها تقوم تصير كسلان وتنبر. ما هو لو انا ضامن رح ضمك بهالبدلة كان فيها وما فيها، بس المثل بيقول ما دامت لو دامت لغيرك ما قالت إليك. بعدين ما بتعرف، يمكن بكره بعد بكره اسبوع اسبوعين سنه سنتين يسحبوا من تحتك الكرسي، يزحطوك يشرحوك يقحطوك انت وعناصرك، بتصير حلط ملط، ايد لورا ايد لقدام، راسك لتحت وجريك لفوق. شو بعمل فيك انا بعدين؟ اللي شو بعمل بواحد كسلان؟ ما هو لو في شيء ظابط كان بيقول واحد، بس ما في شيء. إذا من هالناحية اطمني، ما حدا بيقدر يشلحني لا البدلة ولا غير البدلة، وإذا بدك تطمني أكثر فيني زد لها زرار كثير، اتعبش فيها أكثر، ما تخافي. أبو ربقة، أبو شو اسمه؟ ما عاد فيه شيء، شيش قلبي، شيش قلبي ما عاد فيه، خلصنا النقاش، إيه بوجهك على المطبخ يلا. حاضر، حاضر، شيش قلبك، إيه حاضر. يبعت لي السلقدة، غلبت جبني جاء، أقبرك ليه أهلي على الخلف وعلى الحظ. يا عمي شوفوا بعد ما حكينا شي وزعل هيك، ايه لو بيعرف شو رح يصير فيه. ولك شو في؟ ماشي، انكسرت البطيخة وانكسر الشر. ان شاء الله راسك. اوف 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 اوف. اللي قالوا عيشت الرعيان مرة غلطوا والتعب بيمر مرة. تعال هون. عوافي. أهلين الله يعافيكم. أهلين أهلين. عم تدير بالك على غنمتنا؟ ما حفظ الله غن. ترر تا 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 تا. شو عم مرقون يا أبو جبل؟ مهضومين. إيه عمي. اللي قالوا عيشت الرعيان مرة غلطوا والتعب بمر مرة، ما وعيت قبل منه الشمس مرة ولا مرة من الحقل قبلها غاب. ولي لي 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 شعب يا ابو جبلة. تر تا 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 تا. شو
فات يلا. يهنيك السلامة يا بنتي. الله يسلمك يا ماما. كيف شفتيه؟ صحان ولا ضعفان؟ بيجنن يا ماما، بيجنني. الله يتمم لكم على خير يا رب. ما سأل عني وقال لي ما كنت عم استقبله؟ بلا دغري سأل عني دغري. ها وين رايحة؟ مشوار صغير مش مطولة، باي. هي بلا صخر كانت بنص عقل، هلا اجا صخر وكمل على الباقي. اشتقت لك، اشتقت لك يا صخر. وأنا كمان. من قلبك؟ لا لا. ايه لا، أنا اشتقت لك من قلبي وروحي وعقلي. ما بصدق. شو بدك أعمل لك لتصدقي؟ بوسني. ما بقدر. معناتها لا بتحبني ولا اشتقت لي؟ وحياتك بحبك كتير وكتير مشتاق لك. طيب بوسني. ما بقدر. ليه؟ اكل بصل. شي بفقي عن جد. إنه يعني كان ضروري تاكل بصل قبل ما تيجي تشوفني؟ غصب عني، أمي ضيفتني بصلي، خجلت رد لي إياها. هيدي أكيد أمه طعمته بصل قصداً تما يبوسني. ليك صخر، هات لشوف خبرني. عن شو بدي خبري؟ مين البنت يلي عشرتهم بباريس؟ هي بنات. ولو يا صخر، احكي وما تستحي، أنا بنت متفاهمة وواقعية، احكي. ما بتزعلي؟ لا في شي بزعل؟ لا بس يعني. طب الشيش يا خاين، انا هون قاعده عم بنترك على احر من الجمر وعم بتمرمر من النطره، وانت هونيك قاعد تتسلى مع البنات. ايه ايه مثل ما بدك. شو يعني بدك تفك الخطبه؟ انت اللي قلتي مش انا. صخر مون امور، انا كمان بحكي فرنسي يا باريس. هل عجبكم؟ C'était le mois de février, ton ventre était carré. Hé maman, Khabrina, شو صار بغيابي بالضيعة؟ شوف يا أمي، مع الآخر مكتوم أنا معدتنك يا، ما في شي جديد صار بالضيعة محنس أحكينك يعني. إيه، طيب خبريني كيفك أنت ودنيا؟ أنا ودنيا؟ لنكي سلمنا عينا، مت السمنة ونعسن. شي؟ يعني ما عم تتقاتلوا ماما؟ شان حكي يا صخر، معقولة؟ سكموزمي يعني، معقولة أنا قتلنك عنوستك؟ إيه الله يخلي لي إياك يا ماما، يعني ما في بينك وبينها حما وكنة؟ ما هنأ، ما هنأ يا صخر، بكنا بس تتجوزوا وتسين عندي بالبيت، أنا طلعنا عيونا نشوز. إيه الله يخلي لي إياك يا ماما، هيك بعرفك. طيب خبريني، بي وأبو دنيا بعدهم عم يتقتلوا على طاولة الزهر؟ مثل عادتهم، مثل ما بتعرفهم، بيتخانقوا ومتسانحوا، بس أبو دنيا وأبو سخن بحبوا بعضهم مثل أخوة وزيادة. هيدا حكي. ماما، اتنوك من إيدك، بلا ما تنقي، أنا منقي ومفنو. لأ ماما، ما أنا عم ساعدك، شو فيها يعني؟ هلأ بنقي أنا وأنت بتفرمي. أخ يا سخن، يا نيت أبوك مثل حكايتك. ليه كيسكي لا بابا ماما؟ شو قصتك سخن؟ نسيت اسم أبوك يا أمي؟ لو كيسكي لا ماما، يعني شو بو بي شو بو؟ يعني ما بتعرفوا لأبوك؟ إيه ما بيساعدني بشغلي، عليه يصدن القوامي وأنا نفذها. إيه لا، شو هالحكي ماما؟ على أساس السفرة الماضي وعدني إنه بده يساعدك ويخفف عنك شوي؟ قال يساعدني، قال تجني تجيحها بالبيت، لك خليها من القلب تجنح ونمناتي الناس تفضح. لا يا ماما، هيك عم تخوفيني؟ شو عم يعمل معك البابا؟ خبريني، أنا ماني غريب. تعرف يا ماما، لو ما شافني اليوم ملبوكينا فوق ناسي مشان حفلتك، أي ما كانت نازن وناح يجيب لفواكي. أبوك حبيبي مشاطن إنه يقعد من قهوة يشلم أنجيني ويلعب طاولة شاش بيج دوبانا ينكب حمانا. بسيطة ماما، هلأ وقت يرجع أنا رح أحكي معه بالموضوع. لا أمي لا، اتنكو فرعنتو أنا بتنتهي. كما؟ كيف يعني فرعنتو بدها تنتهي؟ هس هس يا أموك، بعدين نبقى نكفي الموضوع. تفضل أبو دنيا، هاي أرجلتك تشربها بالحنا. ما يبلو هالديات. شو كمان أبو صخر ما إجا بعد الظهر؟ شو عبنا جاب ابنه؟ يا خي ابو صخر الليل معجوق، عم يجهز لحفله المسا. شو منك رايح؟ طبعا رايح. هلك يا ابو وردي، دخيلك
لك يا ابو وردي، دخل لك يا وردي. ستين جوزي؟ نعم ستين جوزي. لا ما اجى على القهوه اليوم، ما شفته. لك وين راح؟ شو بعرفني وين راح؟ دخيكم يا شباب، جوزي لهلا ما رجع على البيت، برمت عليه بكل مطرح ما لقيته. حدا منكم شاف لي اياه؟ ما شفنا. لا ما شفنا حدا. شو هالحال؟ شو القصه ابو وردي؟ شو بعرفني شو صاير؟ ما شايف غير نسوان عم يدور على رجاله. مظبوط. لحظه، وين رايح؟ راجع لك. شرب ارجيلتك كفيها. شو القصه؟ كفيها نحن. اطمن يا ابو دنيا، الرجال كلهم بخير وموجودين جوا. وين موجودين؟ عنا. يعني وين عندكم؟ عم نضيفهم في الجناوي عنا بالاوتيل جوا. قلت لي جوا بالاوتيل، يعني قصدك عندكم موقوفين؟ هيك شيء تقريبا. وشو عملوا لحتى موقفين يا ابو طارق؟ لحد هلا بعد ما عملوا شيء، بس جتنا برقيه مستعجله من المحافظه بتقول انه ممكن يكونوا مشكلين عصابه سرقه وعم بيخططوا لعمليات نهب كبيره داخل الضيعه. وانا من حرصي عليهم ومحبتي لهم جبتهم لعندي حتى ما يرتكبوا هيك جريمه ويضيعوا مستقبلهم. وانت بتعرف انه الوقايه خير من العلاج. يعني الشباب بعد ما عملوا شيء يستحقوا توقفوا مشانه؟ وان شاء الله ما راح يعملوا. ليك يا مختار، انا اطالب وباصرار باطلاق سراح الشباب وبسرعه، عم تفهم؟ واذا في اي شيء حولهم فالمتهم بري حتى تثبت ادانته، ما بصير توقفهم على كيفك، بلا وقايه بلا علاج. تكرم عينك يا ابو دنيا. طلبك غالي كثير علي، بكره الصبح رح بنزل على المحافظه وبساوي القضيه وشوف شو الامور واطلب سراحهم. هلا اتركنا منهم، في عندي شيء مهم بدي احكي لك اياه. خير يا مختار؟ للحقيقه طول الليل وانا افكر فيك، وقلت لحالي ابو دنيا رجال ولا احسن ولا اشرف من هيك بالضيعة، كل الناس بيحبوه وبيحترموه، وانت يا مختار بحاجه لانسان مثله تعتمد عليه. لسبب قررت عينك نايله محل ابو دادر، واعفيك من كل الضرائب اللي عم تدفعها، واصرف لك مكافاه ماليه تضاعف مرتبك. شو قلت؟ ايه بس يا مختار. لك بلا بس بلا مس بلا بقلي بلا خس، هيك منصب ما بيتفوت، والفرصه ما بتجي الا مره واحده. الف مبروك يا ابو دنيا. ولك شو بك، ما حدا قدك. الف شكر لك لانك قبلت تتعاون معنا. طيب مختار وابو داغر؟ لك بلا ابو داغر بلا بلوط بلا بطيخ مسمار، انا رح لاقي له شغله ثانيه ولا امك. كيف؟ تمام؟ تمام يا عسل. حبيبتي بدك شيء قبل ما اظهر؟ لوين رايح؟ على القهوة، ما بتأخر، باخذ نفس أرجيل وبرجع. عاود ما في روحة. ليش؟ كم مرة صرت مفهمتك لما بعطيك أمر ما بتناقشني ليش وماش؟ ايه طيب حبيبتي، شو رأيك تسمحي لي روح على القهوة، اشرب نفس أرجيلي وبس ارجع بجيب لك شيء طيب؟ لا طيب ولا ميت، اقعد بدي احكي معك. طيب بنحكي بس نرجع. لا هلا. مصممة؟ ايه. طيب، اوكي. هي قعدت. شو صاير اليوم بالضيعة حتى الناس حايسة وعم تركض من مال المال؟ ليش ما عرفتي؟ هيت لشوف عرفني. صخر رجع من فرنسا، أبو كاتو قد الدنيا، والضيعة كلها بمغلق بابها طلعوا ليستقبلوه، احتفال ومهرجان وشو بدي أقول لك؟ هاي بعرفها. عم بسألك عن الشغلة الأهم. أي شغلة؟ أنت اللي بدك تقول لي إياها. إيه أنا ما عندي شيء أقول لك إياه. لا عندك انت أدرى. شو قصة الرجال اللي كانوا رجالك عم بيلملوهم من الشوارع والبيوت؟ هذه مسائل أمنية، انت شو عرفك فيها؟ بلش ان شاء الله مفكرني قاعده بالبيت مغمضه عيوني ومسكره دينية. طالما انت بتعرفيها وليش عم تساليني لك؟ بدي اسمعها منك من الطقطق للسلام عليكم، ليش وكيف ولماذا واين ومتى والخ والخ والخ.
من طقطق للسلام عليكم؟ السلام عليكم. ايه لوين؟ يا حبيبة قلبي هاي قصة طويلة عريضة، خليني نروح على القهوة، شمشم شوي الأخبار وبعدين بحكي لك كل شيء بالتفصيل. أبو شو اسمه؟ بلا لف ودوران طلع من البيت ما في، بدك تقعد وتحكي لي بالتفاصيل، بالفاصلة بدك تحكي لي. بالتفاصيل؟ حاضر. كلهم ملتهيين بحفلة صخر. اوعى اعرف انه حدا منكم انعرف. بتكون نهايته على ايدي. يلا قوموا شوفوا شغلكم. امرك معي. بسرعة. معلم هيدي احلى معزه من عند الدايه. معزه
ليتكن تلتتكن لتجيبوا معسية؟ دامت ما لقيتوا كر معسية؟ كهتك وديتكم تجيبوني معسية؟ معسية؟ ما بتشوفوا؟ ما بتعرفوا شو في الطيار؟ شايف شو في هون؟ اللعب ممنوع يا صخر. وهلا يا جماعة تسمحوا لنا، نحن صار لازم نمشي. الله معك يا مختار، بس ما بدك تتحلق أنت كمان يا مختار قبل ما تروح؟ لا 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 لا، تعبان ولازم روح نام، بكرة عندي شغل كتير. دخلك يا صخر، ما سألتك مرتك الفرنسوية كيفة وليه ما جبتها معك؟ مرتك؟ تصبحوا خير. شرف دنيا. يعطيكم العافية. دنيا وأنت بخير يا مختار. دنيا شرفت يا مختار، مع السلامة. شيل إيدك عنا. لك سلامتك، لك شو هالجمعة الحلوة، ولك كله بقول اللعب ممنوع وكله بيلعب. العب يا أبو داغر. صوت حبيبي.